نظم الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة وبالتعاون مع وزارة التربية وتعليم ندوة بعنوان الجزر الثلاث حق إماراتي مثبت بمقر الجامعة القاسمية في الشارقة بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية الملحة. ما الأحكام القانونية الدولية المترتبة على قيام إيران بغزو جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى عام 1971 وتعديها عام 1992 على الجزء الخاضع للسيادة الإماراتية من جزيرة أبو موسى؟ هل تتمتع أدلة الإثبات التي تحوزها الدولة بالقوة والحجية التي تبرر تمسكها بالجزر الثلاث وتضمن الحكم لصالحها؟ كلها تساؤلات طرحتها ندوة الجزر الثلاث حق إماراتي مثبت. استعرضنا في هذه الندوة الادعاءات الإيرانية في هذه الجزر، ثم بسطنا للأدلة والأسانيد الإماراتية الثابتة. ثبت من خلال هذه المحاضرة وبالوثائق التاريخية أن القواسم العرب القواسم الإماراتيون متمسكون بأرضهم. موقف دولة الإمارات موقف قوي جدا في هذه القضية، فيما لو أحيل النزاع إلى القضاء الدولي دون شك وبالوثائق ودون أي عواطف الجزر إماراتية عربية، وهي كذلك بالأصل، ولكن نتحدث من الناحية القانونية. إن قبلت إيران إحالة النزاع إلى القضاء الدولي هي تعلم تماما أن هذه الإحالة ستكون خاتمة لادعاءاتها في هذه الجزر. نعم، فمنذ ما يقارب من 55 عاما وقبيل انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج بيوم واحد، وفي الوقت الذي كانت فيه الإمارات على أعتاب إعلان اتحادها، أصدر شاه إيران محمد رضا بهلوي أمرا لقواته باجتياح جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. وفي اليوم ذاته تمكن شاه إيران من إنزال قواته في الجزء الشمالي من جزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة. وما أن قام الاتحاد حتى تبنت الإمارات قضية الجزر الثلاث، وما زالت تكثف تحركاتها السلمية لإعادة سيادتها الفعلية عليها. الجزيرة طبعا كانت طبيعة جدا حلوة، بس الاحتلال الإيراني طبعا هدم كثير من معالم الجزيرة. إن شاء الله بترجع، لازالت يعني لازالوا الأهل، في من الأهل هناك وفي يعني من السكان بعدهم هناك صامدين. إذن وعلى مرتكزين تستند الإمارات، فالمرتكز الأول عشرات الوثائق التاريخية والتي تثبت عدم صحة المزاعم الإيرانية بالسيادة، ناهيك عن أحكام القضاء الدولي والتي تبين رجحان كفة ميزان العدالة الدولية لمصلحة الإمارات إذا ما أحيل النزاع إلى القضاء الدولي، وذلك على ضوء أحكام قضائية دولية صادرة في نزاعات حدودية وإقليمية مشابهة.